السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله بإذن الله النهارده هنكمل جزء تكنولوجيا المعلومات اللي احنا كنا وقفنا عنده خلال المحاضرة الأخيرة اللي هي محاضرة يوم الجمعة، تكنولوجيا المعلومات والتعليم بالنسبة للمعلم. تمام؟ تمام. طيب، حاليا شغالين في الجزء النظري بإذن الله. إن شاء الله النهاردة نحاول نخلص تكنولوجيا المعلومات والتعليم، ومحاضرة بكرة نبدأ فيها في الأمن الرقمي. بداية كده احنا هنبدأ النهاردة بجزء اللي هو تخطيط الدروس. يعني ايه تخطيط الدروس؟ يعني أولا لما أجي أعمل مادة علمية معينة، يعني أنا كمعلم لما أجي أعمل مادة علمية انا بخطط على اساس ايه، او الماده العلميه بتاعتي بعملها على اساس ايه، في اسس معينه بعمل عليها الماده العلميه. طيب تعالوا نتكلم مع بعض على الاسس دي. اول حاجه لازم تعرف ان الفئه اللي انت بتدرس ليها الماده دي هل عندها قابليه على التعلم ولا لا، هل الفئه اللي هتتعلم دي عندها قابليه على التعلم ولا لا. طب هل هم هيستوعبوا الماده اللي انا حاططها ولا لا؟ فانا لازم برضو الماده اللي بحطها على الاستيعاب نفسه بتاع المتدرب. يعني لما احط ماده علميه بالنسبه لطالب غير لما احط ماده علميه بالنسبه للخريج، لما احط ماده علميه بالنسبه لطفل غير لما احط ماده علميه بالنسبه لمين، بالنسبه لشخص كبير. فلازم اركز الاول الفئه اللي انا بتعامل معاها. طيب الطرق اللي انا هقيم عليها، انا هقيم على اساس ايه؟ يعني لما اجي اعمل تقييم في نهايه الكورس هعمل التقييم ده على اساس ايه؟ ولازم اتعرف كمان على مهارات كل طالب، يعني كاني بعمل له اختبار تحديد مستوى في البدايه، اشوف مستواه وصل لحد فين، وهل هو عنده قابليه ان هو يتعلم الحاجه دي ولا لا. طب ايه الهدف من المنهج بتاعي؟ يعني انا في نهايه المنهج بعد ما اخلصه انا محتاج اوصل لايه بالظبط؟ ده اللي هو جزء تخطيط الدروس، ولازم اركز فيه قبل ما ابتدي في اي حاجه. قبل ما ابتدي احط ماده علميه لازم اركز في الجزئيه دي. طيب اعداد الدروس، يعني ايه اعداد الدروس؟ انا ابتدي خلاص احط الدرس بتاعي او احط المحاضره بتاعتي. طيب احاول على قد ما اقدر ان انا اعمل ايه، ان انا ابحث عن فيديوهات. يعني انا وبحط الدروس بتاعتي لازم في خلال المحاضره، يعني على حسب، يعني انا لو بعلم كمبيوتر جايز ان انا احط فيديو في النص، جايز بس مش اساسي. يعني انا دلوقتي نفترض انا هشتغل عملت ماده علميه، في نص الماده العلميه انا وبشرح لازم على الاقل يبقى في فيديو اعرض بيه للناس. ممكن اعمل فيديو خاص بيا انا كشخص بس اتكلم فيه. طيب ممكن نعمل نشاط للطلبه، نخلي كل طالب يعمل فيديو حول موضوع معين. طيب اعمل في نهايه الدرس او في نهايه المحاضره اللي هو الفيدباك، راي الطالب عن طريق التعلم، سواء كان التعلم اونلاين عن طريق انترنت او التعلم في المكان نفسه اللي هو الاوفلاين. طيب هحاول استفاد من الناس اللي هي عندها خبرات اكتر، الناس اللي اشتغلت في المجال ده قبل كده، حاول اخد منهم معلومه، معلومه مع التانيه مع التالته انا اقدر استفاد واقدر ان انا اوصل للحاجه اللي انا عايزها. طيب حلو. الانشطه بتاعت التعليم نفسها، يا اما بستخدم منصه تعليميه لو انا شغال اونلاين عن طريق الانترنت، منصه بشتغل عليها زي اللي احنا بنعمله دلوقتي اللي هو ايه؟ زوم. فاحنا بنتعلم عن طريق منصه تعليميه ممكن للطلاب يوصل ليها بكل سهوله، للطلاب ان هم يوصلوا ليها بكل سهوله. ممكن اخزن المواد الدراسيه بتاعتي في حاجه اسمها جوجل درايف، اخزنها وارفعها عن طريق الانترنت. طيب لو انا شغال في مكان معين بستخدم السبوره التفاعليه، اللي هي السبوره اللي بعرض عليها الفيديو اللي هي سبوره البروجيكتور، يا اما السبوره العاديه اللي بكتب عليها بالالوان او بالجلامه بتاعت السبوره، فدي السبوره التفاعليه، فيا اما اونلاين يا اما اوفلاين. طيب انشطه التعلم، اولا
لازم احس الطالب ان هو يقدر يشتغل في مجموعات. يعني مثلا دلوقتي احنا في الاونلاين مع بعض، هنقسمكم مجموعات، كل 2 او كل 3 او كل 4 هيعملوا مثلا مشروع معين. لازم احس ان هو برضو كمان يعرف يشتغل لوحده، يعني يقدر يعتمد على نفسه، لان لو ما لقيش حد معاه ممكن يقول لك لا خلاص انا مش قادر اشتغل. فانا لازم اوصل عنده ان هو عنده القدرة ان هو يقدر يشتغل لوحده ويساعد نفسه بنفسه. طيب ممكن برضو اقول له ان انت تقدر تشتغل عن طريق الموقع الالكتروني، يعني احطه في مجموعات. ممكن احسه برضو ان هو يعمل لي قصة رقمية، احنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا، فعايزك تتكلم عن موضوع من موضوعات التحول الرقمي، فلازم استخدم اكتر من وسيلة للتعلم. طب التقييم انا بقيم على اساس ايه؟ انا بقيم على اساس ايه؟ اولا احنا مثلا نفترض انا عايز اعرف تقييم الطالب، اشوف الطالب مستوى وصل لحد فين، فبعمل له تيست او اختبار في نهاية المحاضرة، زي ما احنا كنا عملنا في الاول بعد ما خلصنا الجزء العملي، عملنا تيست في نهاية المحاضرة. تمام، طيب ده كله عشان خاطر اعمل له تقييم هو كشخص. طيب بعد ما يخلص الكورس ككامل ككل بياخد شهادة، طب الشهادة اللي بياخدها على أساس إيه؟ على الحضور بس؟ لا، على الحضور وعلى تسليم المشاريع وعلى حل الامتحان. فأنا كده قيمته على حاجة واحدة وقيمته على الكل، فلازم أستخدم أسلوب التقييم أنا وشغال برضو في المحاضرة. طيب حلو خالص. أولا المقاصد العملية، يعني المكان اللي بيتعلم فيه الطالب لازم يكون فيه عندي حاجتين. اول حاجه جزء التعلم والتعليم اتنين مرتبطين ببعض، اللي هو الجزء العملي والجزء العلمي. اولا لازم اخد في عين الاعتبار المهارات اللي عند الطالب في التكنولوجيا، يعني هل عنده مهارات استخدام التكنولوجيا ولا ما عندهوش. طب الحاجه التانيه بالنسبه للمعلم، برضه لازم اخد المهارات اللي عنده في التكنولوجيا، يعني هل هو عنده مهارات تكنولوجية ولا لا، هل بيقدر يستخدم التكنولوجيا ولا لا. طيب بالنسبة للمواعيد لازم احط مواعيد مناسبة، لازم التزم بالمواعيد. التزام بالمواعيد بالنسبة للمادة العلمية، يعني المادة العلمية انا اخلص مثلا كمثال الوورد في 3 ايام، يبقى لازم التزم بال3 ايام، لكن ما خلصش الورد في يومين او يوم واحد، فلازم التزم بالجدول اللي انا حاطه لنفسي. المكان اللي انا قاعد فيه بيساعد برضو على التعلم، هل انا قاعد في مكان مريح ولا لا. طيب المصادر اللي احنا ممكن نتعلم منها، عندك حاجة اسمها المحتوى الرقمي، محتوى الرقمي. طيب اولا يعني ايه دورة رقمية؟ دورة رقمية يعني احنا بنتعلم حاجة عن طريق الانترنت، اي حاجة بتعملها عن طريق الانترنت فده اسمه تحول رقمي. انا بتحول من الجزء التقليدي الى الجزء التكنولوجي، بحول اوراقي كلها من الواقع الى الجزء التكنولوجي. طيب ايه المواد المرجعية اللي ممكن ارجع لها؟ زي الموسوعة، زي الخرائط، زي القواميس، زي الكتب، دي كلها حاجات متاحة على الشبكة. يعني ممكن أجيب صور من النت، ممكن أجيب فيديوهات، ممكن أجيب كتب، ده كله ممكن أجيبه عن طريق الإنترنت. الكتب الإلكترونية اللي هي بتتبعت لنا كبي دي إف، دي ممكن تكون كمراجع لينا. الفيديوهات اللي إحنا بننزلها ممكن نسمع فيديو، يعني إحنا دلوقتي بنسجل المحاضرة، بعد ما نخلص المحاضرة الفيديو بينزل عن طريق اليوتيوب، فده ممكن تنزل الفيديو ده عندك، فده اسمه فيديو او مرجع علمي. الملف الصوتي ممكن ابعت لك شرح كصوت بس من غير فيديو. الرسوم المتحركه كمان لو استخدمت حاجات متحركه في شغلي هيبقى افضل. طيب يعني ايه المحاكاه؟ المحاكاه ان انا اخلي الطالب يتعود على البيئه الافتراضيه والبيئة الواقعية. البيئة الافتراضية اللي هي بتكون عن طريق الانترنت، اما الواقعية اللي هي بتكون عن طريق ايه؟
عن طريق الاوفلاين او المكان نفسه. انا ممكن اعرض له تجربه واقعيه من خلال بيئه افتراضيه من خلال الانترنت. طيب العالم الافتراضي، العالم الافتراضي اللي هو زي اللي احنا بنعمله دلوقتي، احنا حاليا في عالم افتراضي، يعني ولا انت شايفني ولا انا شايفك لكن سامعني. احنا حاليا في جروب واحد، هدفنا ان احنا نتعلم، الهدف من اللي احنا بنعمله ان احنا نتعلم، فاحنا حاليا في واقع افتراضي. طيب عندك حاجه اسمها الالعاب الرقميه، ان انت بتلعب عن طريق الانترنت زي لعبه ببجي، لازم تكون متصل بالانترنت عشان تدخل عليها وهكذا، دي كلها وسائل تكنولوجيه حديثه. طيب ادوات الاتصال اللي بقدر من خلالها اتصل بالناس، اللي هو اول حاجه البريد الالكتروني اللي هو الجيميل، الاوتلوك، الهوتميل، دي كلها وسيله من خلالها بقدر ارسل رسائل واستقبلها. ممكن ارسل المحتوى بتاعي سواء كان الدروس او الفيديوهات على البريد، ممكن يبقى شغلنا كله سواء كان ملفات فيديوهات عن طريق البريد الالكتروني برضو. ممكن ابعت معلومات عن حالة الطالب عن طريق البريد الالكتروني برضو. يعني البريد الالكتروني دي وسيلة الكترونية من خلالها بقدر ارسل الرسائل. الدردشة على الانترنت، يعني ايه الدردشة عن طريق الانترنت؟ اولا زي مواقع التواصل الاجتماعي زي الواتساب كده، انا في الواتساب بعمل ايه؟ دردشة. بس الدردشة اللي بعملها بعملها عن طريق ايه؟ عن طريق الانترنت. طب احنا دلوقتي موجودين في زوم، في زوم من تحت في كلمة اسمها شات او دردشة، ممكن عن طريق الشات دي تبعت لي الاستفسار بتاعك، وانا كمحاضر او كمدرب ارد على الاستفسار. ممكن تبعت في جروب الواتساب ارد على الاستفسار بتاعك. فالدردشه عن طريق الانترنت دي وسيله من خلالها نقدر نتصل ببعضنا البعض، وممكن نسال اسئله، ممكن نتعاون مع بعض في المشاريع، ممكن نجاوب على استفسارات الطلبه. فدي كلها وسيله من خلالها بقدر ان انا ارد على المتدربين، اقدر ارد على المدرب، اقدر اتبادل الرسائل ما بين شخص والتاني. ده اللي هو الدردشة عن طريق الإنترنت. طيب ممكن أعمل مؤتمر عن طريق الإنترنت؟ يعني أقرب مثال ممكن أعمل لك مؤتمر على برنامج زوم، يعتبر اللي إحنا عاملينه ده زي مؤتمر. أنا هعمل لقاء بس عن طريق برنامج زوم. طيب دي ممكن أتبادل فيها رسائل صوتية، يعني إيه رسائل صوتية؟ يعني أنا ممكن أتكلم، أحمد ممكن يتكلم، محمود يتكلم، عبد الله يتكلم وهكذا. مريم، منا، ايا كان من اسم الشخص، فكل الاشخاص دول بيتكلموا ويتواصلوا مع بعض عن طريق برنامج زوم عن طريق الصوت او الفيديو. طيب ممكن اتواصل مع حد موجود في مكان تاني؟ يعني انا هل كلنا من نفس المكان؟ لا، فانا اللي موجود في مصر ممكن اتواصل مع اللي موجود في السعودية، مع اللي موجود في الامارات وهكذا. طيب ممكن من خلال برضو المحاضرات الاونلاين احنا نسهل اجراء محاضرات المراجعه مع الطلبه، فده طريقه من خلالها بقدر اعمل مؤتمرات واجتماعات عن طريق الانترنت. طيب عندك السمات الرئيسيه، هل التواصل لازم يكون فوري ام اجل؟ طيب الفوري اللي هو المتزامن، اما الاجل اللي هو غير متزامن. يعني انا ممكن ابعت رساله بريد الكتروني، ممكن ابعت رساله نصيه عن طريق الاس ام اس او عن طريق التليفون، ما يتردش عليها الا بعد فتره. اما الفوري اللي هي معناها الرد في نفس اللحظه، الرد اللحظي اللي هو الدردشه عن طريق الانترنت. طيب الادوات اللي انا بعمل بيها مشاركه عن طريق الانترنت، ادوات المشاركه عن طريق الانترنت. طيب عندك منتديات النقاش على الانترنت، يعني منتدى حاجة من خلالها بقدر اعمل دردشة مع اشخاص، ابعت له رسالة زي اللي احنا عاملينه على زوم دلوقتي اهو، ممكن عن طريق شات الدردشة ابعت لك رسالة وترد عليا.
طيب منتدى إلكتروني، دي بنشئ صفحة شخصية، الصفحة دي بنزل عليها الصور بتاعتي، بنزل عليها الفيديوهات زي اللي بيعملوه دلوقتي اللي احنا بنسميهم البلوجر، هم كل واحد يفتح له صفحة عن طريق فيس، عن طريق الانستجرام، بينزل عليها حياته اليومية كلها. طيب عندك مواقع التواصل الاجتماعي، عندك لابد ان احنا نطور من شبكة التعليم، تمام؟ نطورها ازاي؟ يعني بدل ما شغلنا كله يبقى واقع يبقى افتراضي عن طريق الانترنت. احنا حاليا منضمين مع بعض عن طريق مجموعة معينة، فممكن شغلنا كله يعني يبقى عن طريق الانترنت، عن طريق ان احنا كلنا في جروب واحد بنتعلم من بعض، بنستفاد من بعض. لازم اشارك المنشورات اللي من خلالها اقدر افيد الطلبة وافيد الناس الاكبر سنا. لازم على الاقل ابحث عن معلومات كل فترة والتانية. لازم اتبادل الموارد الموجودة عندي والنصائح بتاعتي للطلبة والمتدربين. لازم كل فترة والتانية يعني اعمل زي استفتاء او اعمل زي استقصاء، يعني اللي انا شايفه مش مناسب معايا هحاول معه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وما كانش فيه نتيجة من كل حاجة احنا بنعمله كده، ممكن بكل سهولة نقول له ايه، انا حاولت معاك خلاص كده، هتدي فرصة لغيره، تدي فرصة لحد حابب يتعلم. احاول كل فترة والتانية ان انا اخلي الطلبة تتعود على العمل الجماعي، تعود على العمل الجماعي. طيب لازم على الاقل ان انا ابادل الانشطة اللي انا بعملها مع الطلبة واولياء الامور والمجتمع وهكذا، فدي كلها ادوات احنا بنستخدمها عن طريق الانترنت. في موقع اسمه موقع ويكي، مواقع ويكي. يعني ايه مواقع ويكي؟ ويكي دي مواقع ويب من خلالها ممكن اضيف محتوى او اعدله او احذفه، يعني زي مثلا الفيس بتاعي ممكن اضيف محتوى، ممكن اعدله، ممكن من خلالها تبقى وسيلة من خلالها انا اقدم دورات دراسية، ممكن من خلالها اجري بحث معين، ممكن من خلالها ان انا اعد انشطة تعليمية، دي كلها عن طريق مواقع ويكي. دي مواقع من خلالها بقدر اضيف محتوى او اعدل عليه او احذفه. طيب مواقع مشاركة الوثائق، يعني ممكن اشارك الوثائق بتاعتي على ايه؟ اولا لو حبيت اشارك صور، اشارك صور، عندك موقع اسمه فليكر وموقع انستجرام وبيكسر، دي كلها مواقع من خلالها بقدر اشارك الصور. طيب الشرائح بتاعتي اللي هو البرزنتيشن عن طريق موقع اسمه سلايد شير، سلايد شير. طيب الفيديو ممكن اشاركه عن طريق موقع اسمه فيمو وموقع اليوتيوب واليوتيوب التعليمي، دي كلها مواقع ممكن اشارك من خلالها الصور والفيديوهات والشرائح. طيب مواقع الاشارات المرجعية، دي مواقع إلكترونية من خلالها بجمع الروابط وبخزنها، بقدر أخزنها وبقدر أديرها وأشاركها مع بعض الطلبة أو المتدربين، زي جوجل مثلا، جوجل درايف، ممكن أنزل حاجة على الدرايف أو على التخزين بتاعي أو أخزن الملفات بتاعتي على الإنترنت وأروح أعمل لها مشاركة مع مين؟ مع المتدربين أو مع الطلبة. حلو خالص لحد دلوقتي. طب علشان ازود الانتاجيه بتاعتي بنشتغل على برامج زي الوورد، الباوربوينت، الاكسل. الوورد معالجه النصوص، لو الناس تفتكر الوورد احنا كنا بنعمل ايه بيه؟ كنا لو عايزين نعمل نشره اخباريه، نعمل تقارير، نعمل كتاب، نعمل ورق معين، نعمل مثلا اطارات، اعمل مقال، اعمل مشروع، اعمل اختبار، اي حاجة فيها كتابة كتيرة فعلى برنامج معالجة النصوص. اما لو عايز اعرض شغل بتاعي سواء شغل موشن جرافيك او شغل عموما، انا عايز اعرض مشروع، انا عايز اعرض مادة علمية للطلبة بشكل جمالي على الباوربوينت،
طيب عايز ابتدي ان انا اعمل مثلا سجل حضور وانصراف، اعمل جداول الموظفين، اعمل الميزانيه، استخدم الرسم البياني، استخدم معادلات الاكسل اللي هو جداول البيانات. طيب عايز مثلا اعمل برضو قاعده بيانات، برضو في برنامج اسمه الاكسس، وعرفنا ازاي نعمل قاعده بيانات على الاكسس. طيب لو حبيت ان انا ابحث على معلومات، بروح على محرك البحث سواء كان جوجل او فايرفوكس او اوبرا او انترنت اكسبلور او مايكروسوفت ايدج، كلها دي محركات بحث من خلالها ببحث على المعلومات، وانا كمعلم احاول اطور من نفسي، وانا كطالب برضو احاول اطور من نفسي. احاول كل فترة تانية اعمل عصف ذهني، ادون الملاحظات بتاعتي، ده اللي هو خريطة المفاهيم. دي كلها وسائل بتساعدك انت تزود الانتاج، سواء كنت هشتغل على الوورد او الباوربوينت او الاكسل او الاكسس او محركات البحث عموما، فدي كلها تساعدني ان انا ازود الانتاج بتاعي. ممكن اخزن عن طريق الانترنت، قلنا زي ايه مثال عليها، مثال عليها اللي هو جوجل درايف. انا ممكن ارفع البيانات بتاعتي بس عن طريق الانترنت. طيب ممكن ادون فيها ملاحظات، ممكن انزل تطبيق اللي هو السبورة وايت بورد. فين الوايت بورد؟ مش موجود هنا. اروح مثلا في السيرش هنا اكتب اي التطبيق مش موجود عندي. في تطبيق سبورة ممكن تنزله وتكتب جواه اللي انت عايزه، او لو جينا بصينا هنا عندك حاجه اسمها السكتش باد، دي بالنسبه لي سبورة اكتب عليها اللي انا عايزه، اقعد اكتب وامسح وهكذا اهو. انا بشرح بس بشرح في حاجه معينه. طيب حلو خالص لحد دلوقتي. طيب أدوات معالجة الصور وملفات الصوت والفيديو. الهدف من أدوات تحرير الصور إن أنا أخلق مصادر تعليمية أكتر، إن أنا أخلي الطالب يشوف بعينه، وممكن أحاول أعلم الطالب على قد ما يقدر إزاي يعدل في الصور في المشاريع الطلابية. طيب الأداء اللي أنا بسجل بيها الصوت بتاعي، عندك حاجة اسمها البودكاست اللي هي خدمة الاتصال الصوتي. طيب ممكن أسجل ملاحظات صوتية عن طريق الصوت، إن أنا أسجل صوت خاص بيا، أسجل مادة علمية، أسجل مثلا فيديوهات عن طريق التليفون، فيديوهات خاصة بالشغل بتاعي. أنا ممكن كطالب أسجل نفسي أنا وبتكلم لغة، أنا وبعمل حاجة معينة. لازم أعمل كل فترة والتانية مقابلات للطلبة، انترفيوهات للطلبة، وأسجله علشان الطالب يبقى عنده حماس إن هو يقدم لك أكتر وأكتر، إن أنا جربت مع كل وسائل التعليم المتاحة. طيب حلو خالص. برضو زي ما قلنا أنا ممكن أسجل عن طريق الصوت بس، وممكن أسجل عن طريق الفيديوهات. يعني أنا هسجل فيديو دلوقتي، الفيديو اللي إحنا بنعمله دلوقتي أو المحاضرة اللي إحنا شغالين عليها انا هسجلها وهتنزل على اليوتيوب. فليه سجلتها او بسجلها ازاي؟ عن طريق برنامج زوم، او عن طريق برنامج خاص بس ان هو بيسجل لي الفيديوهات. طيب ممكن مثلا اعمل مقطع فيديو للطلبة، كل طالب هيقول رأيه مثلا في مكان معين، رأيه في مدرب، هيألف قصة إلكترونية من عنده، مثلا هيصور الشغل بتاعه من الألف للياء، عمل ايه في الاول، بعد كده عمل ايه بعد كده، بعد كده المشروع نفذه ازاي. فلازم اوثق كل حاجه بعملها كصوت وصوره، فدي كلها ادوات هتساعدك. طيب تقنيات الفصل الدراسي. اولا الواح الكتابه التفاعليه او السبورات التفاعليه. يعني ايه سبوره تفاعليه؟ زي اللي هو السبوره اللي بعرض عليها الشغل بتاعي عن طريق البروجيكتور.
ممكن من خلالها أقدر أشاهد مواقع وأبحث عن معلومات، ممكن أستخدم محتوى تعليمي جاهز، يعني معلم قبل كده عمل وأشرح مني، ممكن أدون الملاحظات عندي في كشكول أو على كمبيوتر، ممكن أحول الكتابة أو الكلام اللي أنا كتبته يدوي على ورق أحوله إلى نص إلكتروني عن طريق برنامج معين، ممكن أشرح للطلبة إزاي يعملوا البرنامج دي، ممكن برضو في نفس الوقت أسجل لقطة للشاشة بتاعتي، لازم أعرض الفيديوهات، لازم أشارك وأقيم الطالب. فدي كل حاجات هتساعدك، لازم يبقى في تفاعل ما بين المدرب والمتدرب. السمات الرئيسية للسبورة التفاعلية. حلو خالص. أولا لازم على الأقل تعرض المحتوى على الفصل بالكامل، يعني ما يجيش أنا أعرض المحتوى لشخص واحد بس، لازم يبقى فيه تفاعل. لو قدرت إن أنت تسجل الشاشة، سجل، دون الملاحظات، اكتب بإيدك عشان ما تنساش، حاول تألف حاجة تفاعلية من عندك. لو انت في معمل كمبيوتر لازم تتأكد من ان الأجهزة كلها متاحة وسليمة ان الطالب يستخدمها، يعني على الأقل انا كمدرب لازم اوصل قبل الطالب على الأقل بربع ساعة، لازم اكون في المكان قبله ما اجيش بعده عشان اعوده على الالتزام بالمواعيد. طيب أجهزة العرض الرقمية، زي ما قلنا حاجة زي البروجيكتور أو حاجة من خلالها أعرض الشغل بتاعي، أنا هعرض مقاطع الفيديو، أنا هعرض شغل الطلبة. طب عن طريق إيه؟ عن طريق السبورة التفاعلية اللي هي بعرض من خلالها الشغل بتاعي عن طريق البروجيكتور، بوصل بروجيكتور أو بوصل شاشة عرض من خلالها أقدر إن أنا إيه أعرض الشغل بتاعي بالكامل. استخدم الفارة، استخدم لوحة المفاتيح اللاسلكية يعني الهوائية اللي ما فيهاش وصلات عشان تبدأ تشتغل، يعني عشان يقبل الأمر نفسه أو الحركة نفسها بتاعتي بسيطة وسهلة. عندك حاجة اسمها المصور المرئي. طيب أنا ممكن أعرض الحاجات المادية، أعرضها على الشاشة ايا كان نوعها، نصوص، صور، كائنات، هكتب حاجه معينه، هشرح حاجه معينه، شغل الطلبه زي ما قلنا هنعرضه، ان التقط صور للطلبه هم مشغلين، ان انا اضيف مثلا تعليقات للصور وهكذا، ممكن احط صوره قدامي ربع ساعه واقعد اشرح فيها، الطالب نفسه عينه لو شافت رسومات قدامه هتسهل عليه حاجات كتير، لازم نخلي بالنا من ده. ادوات مشاركه الشاشه، انا ايه اللي ممكن اعمله على الشاشه؟ ممكن اشارك ماده علميه، ممكن اشارك حاجه انا هشرحها للطلبه. ليه؟ علشان لما اجي اشارك على الاقل ادي لكل واحد فيهم حريه التعبير عن الراي. ممكن يعني انا هنزل صوره او هشارك صوره عن طريق الجهاز الالكتروني او عن طريق الشاشه، فانا عايز راي كل واحد فيكم على الصوره دي، فلا ادي لكل واحد ان هو ايه يقول رايه في الحاجه اللي هي معروضه قدامه على الشاشه. اقدر برضو من خلال انا اتحكم في اجهزه الطلبه، ممكن برضو في نفس الوقت ان انا حتى لو ظهرت معايا مشكله على الاقل الاقي حل المشكله، احاول اعود الطالب او اعلم الطالب لو اتعرضت لموقف زي ده في عرض الشاشه تحله ازاي. طيب الحلول التعليمية المحمولة، يعني الحاجات اللي أنا ممكن من خلالها أتعلم عن طريق الحاجات المحمولة اللي هي التليفونات الصغيرة، ممكن أتعلم عن طريق الهواتف الذكية اللي هي السمارت فون، الحاجات الحديثة اللي ظهرت، ممكن أتعلم عن طريق الهواتف أي تليفون عندي، ممكن أتعلم عن طريق الكمبيوتر المكتبي، ممكن أتعلم عن طريق التليفون، ممكن اتعلم عن طريق ان انا اقرا الكتب الالكترونيه اللي هي بتتبعت لي وهكذا، دي كلها وسائل من خلالها بقدر ان انا اتعلم. طيب الحوسبه المحموله، الحوسبه اغلب المدارس دلوقتي
او بالنسبه للمدارس التعليميه في مصر، ابتدى كل طالب يبقى معاه جهاز الكتروني. الجهاز ده لكل طالب، وحتى المعلم لطالب، انا اسف، حتى المعلم ليه جهاز من خلاله بيقدر يشرح الماده العلميه زي ما هو عايز. ان انا بعرض الشغل بتاعي على الشاشه، فالطالب شايفني انا بعمل ايه. دلوقتي كل حاجه، كل المدارس الابتدائيه، الاعداديه، الثانويه، هو ابتدى يطبق، الوزير هيطبق الكلام ده كله على المراحل بالكامل. المشكله الناس واقعه فيها ان ابتدى يطبقها على الثانوي العام في محافظه، او مش محافظه معينه، يعتبر في المحافظات كلها، بالاخص في جمهوريه مصر العربيه. بيجي انا كطالب ما اعرفش حاجه اسمها كتب، بيجي شغله كله الكتروني، كل واحد بيستلم جهاز، جوه الجهاز ده ماده تعليميه بالسنه اللي هو فيها. انا كده ايه، انا عودت الطالب على التحول الرقمي. بس هل النظام ده ليه اضرار؟ اه ليه اضرار. طيب حتى الامتحانات دلوقتي بقت كلها على ايه؟ على التابلت. يعني حول التعليم كله من التقليدي الى التحول الرقمي، بيجي شغلك كله الكتروني. ازاي اقيم مصادر تكنولوجيا التعليم؟ مصادر تكنولوجيا التعليم، فين مصادر تكنولوجيا التعليم؟ اهي. اولا التقييم على الشاشه، يعني ممكن اعمل اختبار للطالب على الشاشه قدامك، هتقعد وهتحل الاسئله اللي انا اديتها لك، او الاسئله اللي انا سايبها على الشاشه. فممكن اقيمه عن طريق ايه؟ عن طريق اختبارات على الكمبيوتر، ايا كان نوع الاختبارات دي ايه. ممكن اقيمه عن طريق منصه، عن طريق بنك الكتروني. طيب الحاجه الثانيه، عن طريق العاب تفاعليه، عن طريق عالم افتراضي، عن طريق الورق. احنا زمان كنا لما ندخل امتحان شغلنا كله عن طريق الورق، باخد الورق فيها الاسئله وبحل. يبقى انا عندي كذا وسيله اقيم بيها، يا اما عالم افتراضي، يا اما العاب تفاعليه، يا اما اختبارات اللي بعملها على الكمبيوتر. احنا دلوقتي كنا بنتقيم، او من فتره قريبه من دلوقتي كنا بنتقيم عن طريق الورق. دلوقتي التقييمات كلها عوالم افتراضيه، عن طريق الانترنت، عن طريق الالعاب، عن طريق الاختبارات اللي انا بحطها على الكمبيوتر. فدي كلها وسائل من خلالها بقدر اقيم على من خلال الشاشه. نكمل الشرح بتاعنا. فزي ما قلنا ان التقييمات بتكون على الشاشه ازاي، عن طريق الاختبارات اللي انا بنزلها، عن طريق الالعاب التفاعليه، عن طريق المنصات الالكترونيه، عن طريق بنوك الاختبارات. فدي كلها وسائل من خلالها بقدر اقيم على الشاشه. طيب ايه السمات الرئيسيه اللي انا باخدها في الاعتبار عشان اقيم على الشاشه؟ لازم الاختبار اللي انا احطه على الشاشه، او التيست اللي بعمله للطالب، لازم يغطي نطاق كبير من انواع الاسئله. يعني ما احطهاش كلها اسئله واحده، صح وغلط، ام سي كيو، اختيار متعدد، اسئله مقاليه. ممكن احط سؤال الطالب يبدي فيه رايه. لازم على الاقل كل فتره والتانيه اعملوا الاختبار ده. لازم ارتب كمان النتائج بتاعتي، لازم ارتب الحلول بتاعتي. طيب ولازم كمان يبقى عندي تقييم، ان ما يبقاش كل الطلبه اللي عندي بيمتحنوا نفس الامتحان. ازاي نفس الامتحان؟ يعني اتنين جنب بعض قاعدين، الاتنين نفس الاسئله ونفس الامتحان، لا. لما اجي اعمل اختبار الكتروني اعمل موضوع تبديل الاسئله، لان حتى الواحد في الوقت ما بيقدرش حتى يبص على اللي جنبه. ليه؟ لان هي الاسئله متبدله، ممكن اغير سؤال، ممكن اغير سؤالين، بس ما خليش نفس الاسطمبه هي هي. طيب عندك حاجه اسمها ادوات المسح، نظام التصويت الالكتروني. بمعنى اللي احنا بنعمله في نهايه المحاضره، ان انا والله بشوف رايك في المحاضره ايه، وتقييم المدرب ايه، والمدرب هل النهارده كان موفق في عرض الماده العلميه ولا لا. طيب لو في مواعيد تانية بعد كده كل واحد يقول رايه في المواعيد دي، فده هو اسمه نظام التصويت الالكتروني. لازم استطلع اراء الطلبه، لازم على الاقل اشوف لو كل واحد، لو اي حد من الطلبه عنده اسئله يسالها، واجاوب على الاسئله دي كلها.
فلازم نخلي بالنا من النقطة دي كويس. فده اللي هو نظام التصويت الإلكتروني. طيب أدوات إدارة التقييم. طيب إيه الحاجات لما أجي أعمل تقييم، إيه الوسائل اللي بستخدمها معايا بتساعدني في التقويم أو التقييم، أنا آسف، إن أنا لما أجي أقيم طالب على الأقل يبقى عندي جدول بيانات، يعني أعرض البيانات بتاعتي دي على الإكسل. ممكن استخدم برضو كمان قواعد البيانات اللي هو الاكسس، من خلاله بقدر اعرض النتائج بتاعتي واخزنها في جداول. ممكن اعمل تقرير خاص بالتقييم اللي انا عملته عن طريق الاكسس. طيب ممكن الكلام ده اعمله عن طريق البريد الالكتروني؟ اه، فانا بربط التقييمات بتاعتي والنتائج بتاعتي يا اما عن طريق الايميل، يا اما عن طريق الاكسل اللي هو جداول البيانات، يا اما عن طريق قواعد البيانات اللي هو الاكسس. 10 دقائق. عندك حاجة بعد كده اسمها المحافظ الإلكترونية. يعني ايه محفظة إلكترونية؟ حاجة كده زي المفكرة، عارفين المفكرات لما بدون فيها ملاحظات بتاعتي، دي حاجة أنا بدون فيها الحاجات اللي أنا وصلت لها، الإنجازات بتاعتي. ممكن أحط فيها الجدول الزمني بتاعي، أحط فيها الأهداف بتاعتي، أحط فيها الحاجات اللي أنا عايز أوصل لها بعد فترة، الأدوات اللي هتساعدني إن أنا أحسن من الإنتاج، الصورة بتاعتي، الصوت، الفيديو، دي كلها حاجات هتساعدني. زي اللي هو المدونة، النوت باد، الوان نوت، دي كلها مفكرات من خلالها بدون الملاحظات بتاعتي، بس بتكون إلكترونية، بتكون إلكترونية. طيب عندك بعد كده حاجة اسمها التقييم التعاوني. يعني أنا دلوقتي عملت أو قسمت الفصل بتاعي إلى 4 مجموعات أو 10 مجموعات، أيا كان عدد المجموعات، فأنا المرة دي مش هقيم فرد، أنا هقيم مجموعة. دي أول طريقة. الطريقة الثانية، ممكن اللي يقيم الطالب أكتر من واحد، يعني يا إما هم في مجموعة وأنا هقيمهم كلهم، هقيم المجموعة، يا إما أكتر من شخص هيقيم الطالب، المدير، نائب المدير، المدرس، مش عارف، ولي الأمر، فأكتر من حد بيدي تقييم للطالب. ده معنى كلمة التقييم التعاوني. طيب لحد دلوقتي وقبل ما ادخل على الجزء اللي بعده، في اي مشكلة مع الناس؟ في اي مشكلة مع الناس لحد دلوقتي؟ طيب تلاقوا الامور بسيطة، الامور سهلة، كل القصة ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم بيتكلم على جزء التحول الرقمي، ازاي اتعامل مع الطلبة، وازاي اعد المادة الدراسية، وازاي اقيم الطلبة اللي عندي، وهكذا. طيب معلش انا مش هطول اكتر من كده على الناس النهاردة. ان شاء الله بإذن الله بكرة برضو في نفس المواعيد، وانا بعتذر على المواعيد دي، ان المشكلة ان انا بس شغال كورسات برضو يوميا. فبكرة إن شاء الله ميعادنا هيكون برضو الساعة 4، إن شاء الله هنكمل جزء اللي هو تكنولوجيا المعلومات، وهندخل مع بعض على بداية الأمن الرقمي، وهنحدد ميعاد تاني إن شاء الله هيكون يوم الأربع، مش التلات، الأربع، أربع إن شاء الله، هناخد ساعتين كده هنخلص فيهم الأمن الرقمي بالكامل. احنا النظري ماشيين فيه واحدة واحدة، انا مش هزود على الناس في الحياة النظرية، من الحياة النظرية محتاجة مراجعات اكتر، محتاجة فكرة اكتر، محتاجة كل واحد يركز ان المعلومات هتلاقيها كلها قريبة من بعض. في حد عنده اي سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ اتمنى الامور كانت بسيطة على الناس، اتمنى ما اكون ان انا قدرت اوصل معلومات النهاردة بالطريقة المناسبة بالنسبة لكم. تمام. طيب نلتقي إن شاء الله بكرة الساعة 4 بإذن الله. بالتوفيق. تمام يا هندسة، أنا كده خلصت المحاضرة، فممكن ننزل للناس